اليوم ضمن فقرة الأمومة رح نحكي عن اللعب الحر والصحة التكاملية للأطفال، وبختام الفقرة رح نستعرض بعض مشاركاتكم ونطرح بعض أسئلتكم اللي شاركتونا إياها على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي على ضيفتنا. وبسعدنا اليوم للحديث عن كل هالمواضيع نستضيف في استديوهات عمان تي في استشارية طب الأطفال في مجال الأمراض المعدية والطب المتكامل الدكتورة ليندا أبو جابر. يسعد مساكي. يسعد مساكم، كيف حالكم؟ نحن مبسوطين فيكي، نورتينا. شكرا. بدي ارحب بكل المشاهدات اللي عم بتطلعوا، واذا في مشاهدين كمان ابوات انه واشكرهم، لانه شغل الامومه صعب، وكثير الناس بينسوا انه يشكروا الامهات. فانا بشكركم. احلى مقدمه اليوم. طيب دكتور، اذا بدنا نبلش بالحديث معك او بدنا نحكي عن الصحه المتكامله عند الاطفال، احكي لنا ايش تعريفها، شو هي للمشاهدين والناس اللي ما بيعرفوا. الصحة بالنسبة إلي، الصحة المتكاملة هي الصحة الجسدية، الصحة الذهنية، العاطفية والاجتماعية، ومبنية على أربع أسس. أنا كطبيبة طب متكامل بطلع على أربع أعمدة معينة. أول إشي الطب الجسدي، صحة جسدية. ثاني إشي الطب الذهني العاطفي. ثالث إشي بطلع على البيئة تبعت الطفل، لأن الطفل ما بربى بفاكيوم طبعا. ورابع إشي على كيفية علاج المشكلة اللي الموجودة عند الطفل. لأنه كطبيبة طب متكامل أنا بدرك إنه ما فيش حبة لكل مشكلة. الطفل اللي بيجي عندي مرشح ما فيش حبة. الطفل اللي بيجي عنده أكزيما اللي بتغلبوا فيها ما في حبة. فالتركيز بالطب المتكامل على أول إشي الوقاية، وتاني إشي لما يكون الطفل عنده مشكلة إنه كيف بدنا نقوي جسمه عشان هو يقدر منه لحاله إنه يخلص من المشكلة. حلو. طب دكتورة، إذا بدي أنا كأم أجي أفكر كيف بقدر أضمن إنه ابني عنده هاي الصحة المتكاملة بشكل يعني ممتاز، خلينا نحكي في أحسن الستاندردز، إنه هو صحي من جميع النواحي، خلينا نحكي. أوكي. أول شيء من الناحية الجسدية بدك تطلع على أكل الطفل. النوم شغلة كتير الناس بنسوها، والحركة، الرياضة اللي بيحكوا عنها صح. بس ولد عمره سنتين مش هيعمل رياضة، ما رح يعمل رياضة أكيد، بلعب. فعشان هيك أنا حبيت نحكي مش بس عن الطب المتكامل، بس عن اللعب عند الأطفال، لأنه بيعلمهم كتير مهارات من الناحية الذهنية والعاطفية. التعلق بين الطفل والأم والأب، لأنه الأب كمان مهم، لازم يكون تعلق متين. لما يكون التعلق المتين الطفل بوثق بالأم، بصير واثق أكثر من نفسه، بصير يأخذ مغامرات ومجازفات. وكمان شغل الناحية الذهنية أنه نضبط أطفالنا. بشوف قاعد كتير أطفال عمرهم 3-4 سنين بيعملوا اللي بدهم إياه، شو اللي بده الطفل الأم أو الأب بعطوه للطفل، بيرحوا راسهم. وهاي شغلة مش منيحة للطفل صح. بقولوا لي الأهل أنا ما بدي أحكي له لا، لأنه مش راح يحبني، أو بصير يبكي، أو بصير يبكي. طبعاً راح يبكي. أنت لما ناس يقول لك لا ما بيجي على بالك تبكي. عن جد يعني. لما أنا بدي شغلة. حسيت حالي لب صغيرة. صح. وما بدي بده يبكي. بس الطفل الطريقة اللي هو بتفاهم فيها ما عنده كلمات، ما بيعيط. طريقة تعبيره. وبعدين بتعلم إذا عيط أنت راح تعطيه كل اللي بده إياه. فشو بتعلم؟ إنه الدنيا إله. إنه إيش ما بدي باخده، في طريقة إنه ياخذ اللي بده إياه. فكيف كيف بده الطفل يتعلم يتعامل مع الإحباط اللي رح يجي بالدنيا. يعني لما طفل أنا صح. لما بحكي مع الأمهات اللي الأطفال اللي عمرهم سنتين، لأنه على عمر السنتين الطفل بصير the terrible twos. Yes. They can be the terrific twos. إذا كان بتفكري أنا بدي أسمح لطفلي يعمل هيك وما بدي أسمح، يعني اعملي أنت وجوزك قوانين العيلة شو مسموح وشو مش مسموح، وتكون القوانين نفس الشيء، مش عند الأب إشي وعند الأم إشي، تفاهموا مع بعض. إذا ما قدرتوا تتفاهموا صح. الحل لهاي الشغلة، إذا أنت إلك رأي وهو إلى رأي، أنت لما تكوني موجودة بالغرفة أنت بتنفذي اللي بتحكيه صح. لأنه بعدين بصير الطفل يقول بروح من بابا باخذ اللي بدي اياه، او بروح من ماما احسن من بابا، فبتدلع. والدنيا مش هيك، يوجوالي البابا احسن من الماما. هو لانه ليش انا بقول لك ليش، لانه اول شيء بحس انه التعلق مش كتير وما بده يحكي لا، لانه بخاف الطفل ما يحبه، خصوصا اذا يمكن ما بيقضي وقت قد الماما مع الطفل. هاي الشغلة بدي احكي فيها، ذكريني فيها بعد لحظة. اوكي، بدي اكمل عن النوم. يلا، احنا بنضبط الطفل مش لانه ما بدنا نعطيه الملبسه،
بنضبط الطفل عشان هو يقدر يضبط نفسه لما يكبر. لما ناس يقول أنا شايفك مش مبسوط خليني أعطيك هالمخدرات، يحكي لا في حل تاني للموضوع، مش ضروري اعمل زي الكل اللي كل بيعملوه. بهيئ الطفل بيمهد للضعف يمكن. بمهد للضعف، بمهد للاحباط، بمهد كيف انه بده يحل مشكله بطريقه تانية. فالضبط هاي بلاقيها كثير مهمه، لانه اهم شيء عند الطفل اللي عمره سنتين اذا حكيتي لا احكي لا مره واحده وبعدين اعملي. ما بتشوف الولد اللي عمره سنتين كله حركه، بفهموا الحركه، قولي لا عدي واحد اثنين ثلاثة، بعد الثلاثة ما تحكي ولا كلمة، خدي وحطي بالكرسي تبع النتائج. أنا ما بسمي عقاب، مش نوتي تشير، it's not a naughty chair, it's a consequence chair. إنه كل عواقب. بالدنيا أنت عواقب الأمور. إذا أنت عملتي شغلة بالدنيا إلها عاقب، صح؟ صح. يكون عاقب منيح ولا عاقب مش منيح، في عواقب. صح. لازم الطفل من خلال الضبط ومن خلال التعلق المضبوط، إنه لما نحكي له لا انه يعرف انه هاي اذا انا عملت هيك هيك رح يصير. مزبوط. فاذا انت قلتي لا وبعدين غيرتي رايك لا، كيف بده يثق فيك طفلك؟ لازم يشوف الجانب الابعد، انه اذا عملت هيك بصير هيك، اذا ما عملت هيك بصير هيك. صح. ولازم يكون في كونسيستنسي دائما، ما بصير تكوني يوم منيحه ويوم لا، لازم يكون في دائما استمراريه في نفس النمط. مزبوط. ولازم لا لا والآ وبعدين اذا 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 كان راح تقولي لا وبعدين بعد ما ينق عليك 10 دقائق تقولي قولي او من اولها، قولي من اولها وخلص. انه كيف بده يثق فيك الطفل انك انت تخليه بامان بموقف خطر مثلا، اذا انت مرات بتحكي مرات بتحكي لا. How can credibility. صح صح. You have no credibility. وبعدين اذا بيجي الطفل عمره 5 سنين وما بيحكي الحقيقه بتطلع عليكي انت القدوة. انت المعلم الاول والاهم لطفلك. مزبط. انت والاب. فمثلا بيجوني مرات الناس على العياده بيقولوا ابني بس يزعل بصير يرمي شغلات، بتطلع عليهم بقول مين بالبيت برمي شغلات لما يزعل؟ لانه الطفل من وين بده يتعلم؟ بتعلم بشوف. صح. فاحنا كابوات وامهات لازم نحكي للطفل اوكي انا شايف انك زعلان، خلينا نشوف طريقه ثانيه نتعامل مع الزعل تبعك. اول شيء مهم انك تحس بالزعل، خليك زعلان، بس كيف بدك تعبر عنه بطريقه مقبوله الي ومقبوله للمجتمع، طريقه صحيه. خلينا نقول لانه مثلا من خلال اللعب محمد عم بلعب مع آية، آية بتقول له لا محمد بده يضربها كل ما تحكي لا. مضبوط ولا لا؟ على كل موضوع الأطفال كتير موضوع كبير، احنا عندنا كتير أسئلة والوقت عم بدهمنا شوي. لا أوكي. أبداً كتير من ناحية مفيد. البيئة العمود الثالث، البيئة مهمة، والبيئة أنا قصدي بالبيئة أول إشي الأم والأب. إذا في توتر في البيت الطفل بحس، أنتوا التنتين عندكم لما ترجع على البيت معصبة شو بتلاقي؟ صح. البيبي راح يكون معصب، أنت فرفة روحك وبدك إياه يكون هادي بس ما بيهدى لانه حاسس باللي بتحسيه. يحس كثير بحسه، وخصوصا اذا كان بحضانه، بتروحي على الحضانه او بتروحي عند حماتك او امك اللي بدير بالها بتقول لك ابني كان شطور طول النهار ما عمل ولا شيء، بتحطيه بالسياره تاخذيه على البيت بصير يعيط. ليش؟ مقبول بهذا الجو، مقبول هذا التصرف، هو مقبول بس بتقدري تغيري. لانه انت هلا على الطريق للبيت عم بتفكري بدي اطبخ وبدي انظف وبدي احكي مع جوزي وعندي ألف شغله لبكره. صح ولا لا؟ صح. فوين تركيزك؟ صح، مش على مليون الف شيء مش عليه. مزبوط. فانت ركزي على الطفل تبعك، قولي له كيف كان نهارك حتى لو ما بيحكي. صح صح صح. مين كان نهارك؟ مزبوط. يعني ركزي عليه كليا وديري بالك على حالك اول. امتى اخر مره اخذتوا انتوا التنتين وقت تدير بالكم على حالكم بس لانه جع بالكم؟ جست فور فن. لانه انت لما تحسي الكاس الفاضي ما بتقدري تشربي منه، اذا انت ما بتعبي نفسك كيف بدك ما بتقدري تعطي لقدامك. انا بحب مثال الاكسجين على الطيارات. yes. بحكوا لك لازم yes. تحطي الاكسجين تبعك بعدين تساعدي الطفل اللي جنبك اذا انت تقدري تساعده. صح. ما بتقدري yes. تساعدي الطفل اللي جنبك. طب احنا هلا بدنا ناخذ مشاركات الامهات على السوشيال ميديا. احنا طرحنا في الاسبوع الماضي على صفحات عمان تي في وبرنامج لك على الانستغرام سؤال للامهات عن المواضيع اللي بدهم يعرفوا عنها اكثر. اول سؤال وصلنا من ام جواد وسؤالها كان متى بيبدا الطفل بالنطق وما هي الأساليب أو ما هي أساليب التعامل معهم بهاي المرحلة؟
شو بتجاوب يوم دكتورة؟ البيبي منطق من وقت ما يولد. من وقت ما يولد. بيعمل أصوات. العياط. العياط نطق. لعبتهم العياط. لما يصير البيبي يطلع عليك عين بالعين هذا نطق. لما يصير أول حتى الكونكشن نطق. هذا كله كوميونيكيشن اسمه تواصل. وبيبدأ التواصل من وقت ما أول ما تحط عينك بعينه وتشوفيه وتدلعي. تواصل باللمس. سكين تو سكين. التواصل لما تمسكيه ويسمع قلبك. كل هاي الشغلات تواصل. تواصل لما يسمع صوتك. فهاي الـ الشغلات بسهوا عنها الناس. لازم كتبت عنه بالكتاب تبعي إنه كيف تتعلقي تتواصلي مع طفلك. اطلع عليه عين بالعين، احكي معه بطريقة حلوة، مش ضروري ناغي عليه، بس كمان احكي معه. أنا لما كان أولادي صغار كنت أحكي لهم كلمات كبيرة، فلما شغلة كتير مهمة إنه كنت أعلمهم كلمات للشعور المختلف عندهم. كتير بيجوا عندي أطفال، كيف شعورك؟ طلع علي، أنا زعلان. طب زعلان يعني غضبان، زعلان يعني حزنان، زعلان يعني محبط. شو القصة؟ فالتواصل بيبدأ من أول ما يخلق الطفل. القراءة كتير مهمة طبعاً. القراءة، الحكي كتير مهم. يعني كتير أنا لما أشوف أم حاملة حاطها الفيسبوك بوجهها بحتار، بقول يا ربي طب هذا الطفل. أنا أولادي هلأ 25 و26، بشتاق. الله يخلي لك ياهم. تسلمي إني أتواصل معاهم بهالطريقة كمان دور. بصير أقول لك إشي دكتورة. على ذكر اللي عم تحكيه بدأ هيك أشارككم شغلة عم بتصير معي. ابني سامي عم بيمر هلأ بمثلاً بعصب كذا بينرفز، صار يزتزت ويعمل لك أغراض، يصرخ تعلم أصحابه حتى يشد شعره. هديك مرة انهبلت يعني أنا طار عقلي إنه إيش عم بيعمل الولد. استعملت معه أسلوب التواصل إني أنزل على مستوى نظره وأحكي له ماما ما بيصير تعمل هيك. مبارح عصب عصب عصب، لقيته ساكت وعمل هيك بوجهه. طلعت عليه بقول له مالك ماما؟ سامي angry هيك. أول مرة بحكيها كان عبر عن مشاعره بالحكي. قدر يعرف إنه لا في طرق تانية أعبر فيها. فقعد ضحك طبعا. يمكن اللي ما بفهم كمان لغة بشعر بطاقة الماما. شو الطاقة اللي جاي مع الكلمة؟ إنه angry. زعلان. نظرات طبعا. بشعر حركات الوجه كله هذا. إذا بدي تختبري احكي لطفل happy وكشري. هيك أنا بعمل. الطفل راح يكشر. وبزعل. صح. بالنسبة لابنك اللي عمره سنتين في طريقة تانية تعلمي كيف يتعامل مع الانجر. مش يكبته، لأنه الكبت كمان مش منيح، لأنه بتراكم وبعدين يوم هيك بنفجر. شو يعمل؟ أنا I like the angry gorilla، الغوريلا الزعلانة. أوكي. الغوريلا الزعلان شو بيعمل؟ بيطبطب على ظهر على هذا، بيعمل بيعمل أصوات غريبة. فإيش بتعملي أنت فلما يكون زعلان؟ علمي فيل زعلان بيعمل هيك مش بعرف شو بسموه هذا المنخار تبعه وبيعمل صوت عالي. فبتعلميه كيف يتعامل مع العواطف السلبية بطريقة حلوة. لأنه أول شيء بتعلميه عن الغوريلا، فرغ الطاقة. تاني إشي فرغ الطاقة. صح. وثالثا تعلم إنه مش ضروري بس أصيح وأعمل نقبض غضب وأرمي. في طريقة تانية أني أتعامل عشان لما يكبر بغيرها. يمكن ما يكون الانجري غوريلا، يمكن يقول بدي أعد العشرة، بدي أخذ نفس غميق، بدي أروح أركض. صح. في كثير طرق لواحد بستفيد يطلع الغضب. طب دكتورة خلينا نرجع لأسئلة الأمهات. في عندنا سؤال تاني من ألاء بتقول كيف منقدر نعزز الاستقلالية والاعتماد على النفس عند أطفالنا؟ رح تستغربوا من جوابي. خليه يغلط الطفل. بلاقي كثير من الأمهات وين ما كان، هون وبأمريكا، يعني أنا مارست هون وبأمريكا، الأم ما بدها تخلي الولد يوقع، بدهاش تخلي الولد يعمل إشي غلط لأنه خايفة عليه. أنا هيك أنا ما عندي طفل بس هيك بفكر. فهلأ إذا طفلك ما جرب وفشل كيف بده يتعلم كيف يتعامل مع الدنيا؟ أول مرة أنت على سبيل المثال الطفل أول ما بده يمشي باخذ أول إشي بحبي بوقع، وبعدين باخذ خطوة بوقع. إذا كان زي الكبار زينا، إذا الأم بتصير أوه ماي جاد شو اللي صار؟ شو بدك بصير؟ شو بده يصير؟ الولد بده يخاف. صح. بصير يخاف يوقف مرة ثانية. أنا عملت إشي غلط. طب أنا عملت إشي غلط خوفت الماما، يعني بلاش لورينا زي كمان أحاول كمان دور مبالغة. فالطفل بصير ما بده ياخذ مجازفات. خلي الطفل اللي بده يوقع شغلة إذا ما رح تأذيه مثلا هيك شويه خليه هيك انت عملت هي وقعت الشغله، شو بدك تعمل هلا؟
لأنه الأم كمان إذا بتفوت وبتحل كل مشاكله هو كيف بده يصير يحل مشاكله؟ فالمشكلة هاي طالعة من عند الأم، الأم لازم تشتغل على حالها. يس، الأم لازم تشتغل على حالها، بس مش بحكم، مش تقول إنه أنا غلط أو في إشي غلط، تقول أنا هيك كانت أمي تعمل فيي وما فادني بالدنيا. خليني أنا أفكر إنه بدي أعمل بطريقة تانية، خليني أخذ ثلاث أنفاس عميقة أو أفكر. أنا هاي بهالموقف تصرفت بطريقة ما حبيتها، المرة الجاية شو بدي أعمل؟ فالثقة بالنفس تيجي من الغلط والحل. صحيح. صح. آخر سؤال من مشاركات المشاهدين، سؤال من نادين، كيف بنتعامل مع المولود الأول في ظل وجود مولود جديد في العيلة؟ هلا في ناس بيحكوا هلا أنا مثلا إن شاء الله عخير إذا بدي أجيب بيبي ثاني لازم أجيب هدية لسامي، بس يوصل البيبي على أساس هاي الهدية من البيبي. يعني في هذا الأبروتش تبع ما تنسي إنه الولد الأول كتير لسه مهم، فإيش بتحكي للأمهات بهذا الموضوع؟ أنا دائما بشبه إنه لما البيبي لما تجيبوا بيبي جديد على البيت زي الزلمة لما يتجوز عليك. ليش؟ شو لأنه شوفي أنت لو جوزك جاب واحدة جديدة عليك شو راح تحسي؟ راح تكوني غيرانة، راح تكوني حزنانة، راح تقولي هذا الزلمة لسه بيحبني ولا خلاص أنا بطلت مهمة؟ ثقتك يمكن بنفسك كمان بتنهز علي. فلما تصيري تفكري بالطفل ما بدي إياك تحزني. No, no, that's not. الطفل لما يكون عنده أخ أو أخت كثير منيح لحياته علاقاته الاجتماعيه على المدى الطويل بتعطيه هديه انت. بس لما تفكري انه بدك تفكري من منطلقه هو هو هلا خايف انه انت مش رح تديري بالك عليه، صح؟ كل يوم اقضي معه 5 أو 10 دقائق بس انتوا الاثنين، خلي البابا بس يجي على البيت يقعد مع البنت الصغير وانت اقعدي مع الطفل عين بعين. الطفل مثلا اللي عمره 3 له عاده انه يكون غضبان على امه يتجاهلها، فانت بتحطي التايمر على التليفون تبعك بتقولي هاي انا حطيت لك 5 دقائق، لانه 5 دقائق بالنسبه لواحد عمره 3 سنين يعني صغير كثير، فبدك تقعدي وتخليه يتجاهلك وتضلك تعمليه يوم على يوم، لانه انت بدك تعطيه اهتمام، بس لازم تعطيه اهتمام تحت سيطرتك. هو ليش بصير يعمل نوبات الغضب وبزعل؟ لانه انت اهتمامك راح منه وصار على هالبيبي اللي وانت ما يعني في كميه اهتمام معينه. لما انت بتديري بالك على البيبي جيبت المولود الاول معاكي، مش انه يدير باله على البيبي، هاي مش شغلته. بس مثلا لما تناغي البيبي ناغيه هو كمان، لما تحكي للبيبي قصه احكي قصه لاثنيناتهم عشان يعرف انه في كونكشن بين الاثنين وبينك انت اهم ناس. وبعدين خليه يلعب. مثلا انا كان كامل ابني كان عمره 15 شهر لما ولدت بنتي. واو. فغار بصراحه يعني غار، فكنت لما اشوفه دائما لما بس اول ما اجي ادير بالي على نور يصير يعمل شغلات غلط، فانا ايش اعمل؟ الهي اركض بسرعه بدي اشوف قديش انت بتركض بسرعه. رايح جاي اقول له وين صرت يعني تشاركي ياخذ الاتنشن كامل. خلي كمان اخر شغله انه جيبي العاب انت بالبيت. المشكله انه الناس لما يجوا على البيت بيجيبوا للبيبي الجديد وبنسوا البيبي الاولاني يعني الطفل الاولاني يعني. فانت كأم واعيه خلي عندك شويه شغله شويه هدايا صغيره انه هاي وخليهم هم يعطوهم. صح. الناس الزوار يجوا او قولي لهم جيبي لاثنيناتهم. صح. اذا حدا قريب طبعا. دكتوره احكي لنا عن ذا سوبر داد فورمولا، الكتاب اللي عملتيه للأبهات زي ما عرفنا. أنا كنت بكتب كتاب للأمهات، بعدين أدركت إنه في مليون كتاب للأمهات. صح. بس ما فيش كتب للأبهات خصوصاً الأبهات اللي بدهم يكونوا بتواصلوا مع البيبي، بدهم يكون في تعلق، بدهم يكونوا بيشتركوا كتير. صح. منهم بيستغربوا كمان إنه شو صار مين هذا الشيء؟ ما هذا الشيء جديد؟ صح؟ لأنه كتير يعني دائماً بس أروح محل بستفتي الأبوات الجداد يقولوا لي أنا حاسة إنه مش بدي أساعد مرتي بس مش عارف كيف أعمل. ففي الكتاب هذا في كيف تدير بالك على الطفل يعني ان ديتيل، كيف تحمله، كيف اذا عيط كيف بدك تفكري، كيف هو بده يفكر، ممكن يكون جوعان ولا تعبان ولا ايش، وخطط اهم من هيك كيف انه هو يساعدك انت كأم. هذا من جانب الدكتوره ولا من جانب الام؟ من جانب الاثنين. اوكي. انا لما كنا نحكي قبل الفقره لما ولد ابني الاولاني انا كنت دكتوره اطفال، حطوا لي هالبيبي قلت لهم الله اكبر شو بدي اعمل فيه، انا بعرف ادير بالي على الاطفال الطبيعيين بس مش أطفال. وبعرف البيسكس، بس هذا الولد صار عندي 24 ساعه 7 ايام بالاسبوع شو بدي اعمل فيه.
بدي كنت جوزي الله يرحمه يساعدني كمان، وهو مش عارف ما كانش عنده اكسبيرينس مع الاطفال الصغار. فبالكتاب هذا كل شيء كنت اتمنى انه جوزي يعرفه ويكون عارفه، وكل الأجوبة على الأسئلة اللي أجت من الآباء والأمهات خلال الثلاثين سنة الماضيين. كتير حلو. لأنه بظن إنه مهم، لأنه كتبته بطريقة سهلة، مش إنه تقعدي تقري 20 سنة. يعني ما عنده وقت. حسيت إنه سيمبل الموضوع. طب وين الناس ممكن يلاقوا هذا الكتاب؟ هو على أمازون هلأ. إذا في اهتمام بترجمه للعربي، عم بفكر رح أحطه على جمالون كمان. حلو. وزي ما حكيت، وعندي ويب سايت اسمه askdrlinda.com للي بده يشوف، عندي بلوج بالانجليزي، واذا في اهتمام قولوا لي بترجمه للعربي. والفيسبوك تبعي askdrlinda، بجاوب الاسئله، بعمل حلو. فيسبوك لايف بجاوب الاسئله اللي بتيجي من الاهل. ما بقدر اعطي نصيحه طبيه لانه انا مش طبيبه معاهم، يعني ما فحص طبعاً. الطفل مزبوط. بس بقدر احكي زي ما حكينا اليوم بشكل عام. دكتورة كتير انبسطنا فيكي، كتير أعطيتينا معلومات حلوة، والوقت يعني حتى ما حسينا فيه. نتمنى نشوفك كمان مرة عن قريب صراحة. إن شاء الله. كتير استفدنا منك، وأنا متأكدة كتير في أمهات وأبهات يمكن استفادوا منك.